نترك المي والبير ما يقارب نص ساعة، ما يقارب نص ساعة نترك البير بهذا المي، بعد النص ساعة نبدل المي بمي جديد، يعني مي جديد خالي من الكلور، بايو خلينا نقول، نفس درجة حرارة المي. تمام اخوان، اخوان بعد ما جهز يعني مرت بعد نص ساعة نفرغ المي مالتها، نفرغ المي. نفرغ المي بهذه الطريقة، ما عاد يشيل البيض، يعني البيض من يتعرق للهواء ما عاد يشيل. هاي كمية يعني ما شاء الله. نغسل البيض، طبعا هاي ما تأثر أبد، ماكو أي مشكلة، بس غسلة بس كذا. البيض راح يبقى متكسر ما في أي مشكلة. أصغر بالماء الجديد. بعد ما ترسل المي، مي جديد نبقيه هذا حتى تبقى الحرارة تساوي، بعد ما يفقس ننقله بحوض ثاني بنفس درجة حرارة المي هذا بأي مكان، يعني أي حوض، المهم بس حوض أكبر، أكبر من هذا الكونتينر الصغير.